جولة رئيس النادي بفرع الشيخ زايد أول امبارح تضمنت تفقده للخطوات التنفيذية وأيضا معدلات العمل في المشاريع الإنشائية داخل الفرع للإطمئنان على سير العمل ومتابعة إنجاز المشروعات التي يتم تنفيذها وفقا للخطة الإنشائية اللي وضعها المجلس لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية، وبتضم مبنى للسكواش بسعة 8 ملاعب وبيحتوي على مكاتب إدارية وصالة تنس طاولة كبيرة بجانب غرف لخلع الملابس. كمان تفقد مبنى صالة كاراتيه جديدة اللي بتضم 6 ملاعب مقسمة على دورين، وكذلك المكان المخصص لملاعب كرة القدم للأكاديميات والمبنى الاجتماعي الجديد وملاعب التنس. طبعا مجهود كبير جدا بيقوم به كابتن محمود الخطيب هو وكافة أعضاء مجلس الإدارة للانتهاء من كافة الملفات في مختلف الأصعدة الإنشائية والرياضية وكذلك الإدارية.